بطاطا انت مش فاهمني. انا بسألك انت، يعني انت لما يبقى عندك كام سنة ممكن مثلا ان انت تتجوز؟ هو عارف يعني ايه اتجوز؟ عارف يعني تتجوز؟ هو عارف صح؟ ده ادم فاكر ايه؟ years old. ما انت اوكي. بابا عنده 20 years old ولا لسه؟ He's 50 years old صح؟ شكله ولا سنه تقصد؟ يعني انت تقصد بابا؟ انا؟ انا 43. انت؟ He's way bigger. هو كبير باباك. كام بقى؟ يعني ممكن باباك مثلا يبقى كام سنة مثلا؟ يعني لو انا 43 يبقى باباك كام؟ 50؟ Yeah, 50 is fair. 50 صح؟ 50 يعني صح؟ 50 يعني صح؟ Yeah, 50 عشان هو كبير طبعا. And he knows better than anyone صح؟ Someone's way bigger. مين way bigger؟ مين؟ أحمد عبد العظيم؟ Friend of you؟ اوكي. بس بابا اوكي. سيدنا ادم اكبر من بابا طبعا. سيدنا ادم يا سلام يا سلام، فيلسوف برضو ادم ابن ما شاء الله. قال له عارف مين اكبر من باباك؟ سيدنا ادم ابونا بقى. يعني انت باباك عنده ماما، باباك يعرف حاجات كتير، عشان كده باباك يعرف يوتيوب كويس صح؟ He has a bunch of funny يوتيوبز وعشان كده في كتير. مامتك بقى ممكن يبقى عندها كام سنه؟ انا ام نوت فيمس. لا ام فان اوف يور داد، يو نو ذات. ام فان يعني انا عامل سبسكرايب على الشانل بتاعت باباك، وبعمل لايك على الحاجات اللي هو بيعملها، وبعمل فيوز عشان انا بحب الحاجات اللي هو بيعملها. اوكي. يعني انت عندك الفيديو بتاع وانت بيبي؟ من وانت صغير باباك بيعمل فيديوز. هي از فيمس لونج تايم اجو. يعني هو هي واز فيمس سينس هي واز ان ايجيبت ها؟ ولا هو فيمس بس هنا في تكساس؟ يعني في حد في ايجيبت يعرف باباك؟ هي واز فيمس ات ايجيبت كمان بجد؟ واو. وفي قطر كمان؟ ايه ده؟ يعني كل حتة باباك بيروحها بيبقى فيمس؟ ايه الحتة اللي باباك يعني ايه الحاجة اللي he got famous in Egypt. He got famous in Egypt and then in Qatar and then in Texas. No, only in Egypt. Yeah. وليه باباك فيمس بقى؟ عشان هو ليه الناس كتير بتبقى عايزة تتفرج. ها؟ You have no idea. There is no صح، هو there is no logic يعني صح؟ There is no reason باباك يبقى funny. بس يعني هي ارزاق صح؟ انت شايف ان هي ارزاق؟ بيجيب ايه يا حبيبي؟ A play button. اللي هي ايه دي؟ لا هنعرف منه ان شاء الله، هنعرف منه كل حاجه. تمام. دي بيجيبها مع تركي الجديد ان شاء الله. تمام. طب انت يعني بس ايه اكتر حاجه باباك يعني هو فيمس؟ عشان هو فاني ولا عشان هو كرييتيف ولا عشان هو انرجيتيك اند اكتيف ولا عشان هو what do you think باباك is famous؟ يعني why everybody likes you؟ يعني كل انا اي حد انت عارف يا انت عارف يا بطاطا، كل حد اساله على ابراهيم، انت باباك اسمه ابراهيم خير الله صح؟ صح؟ اذا famous ابراهيم خير الله صح؟ يا اي حد اقول له ابراهيم خير الله يقول لي اي نو هيم از فيري فيمس، انا بيشوف كل الفيديوز بتاعته وكده. حاجه غريبه جدا. So you know he's famous. يا واصحابي كلهم انا عرفته عشان هو famous. و بطاطا. طب انت يعني انت باباك 50 years old عشان انا 43، فانت باباك اكيد اكبر مني 50. مامتك مثلا ممكن تبقى كام year old مثلا؟
انا 43 باباك 50، ممكن مامتك تبقى كام مثلا؟ That means my dad was a baby first صح. بابا your dad was baby لما انت باباك كان بيبي او انا nothing was حسن صح؟ مفيش كان فيش حسن اصلا صح؟ Yeah. I didn't exist اصلا صح؟ Yeah, but like there was a different حسن. The little kid حسن like right now. Yeah, صح ما شاء الله. طب كان في مي ولا ما كانش في مي؟ برضه ما كانش في مي. يعني باباك كان موجود لوحده. طب باباك كان بيلعب مع مين؟ يعني باباك كان يعني كان بيلعب مع مين؟ ما هو ما كانش في حسن، ما فيش مي. طب هو كان قاعد بيلعب بيعمل ايه بقى؟ تفتكر كان بيلعب بي اس 4 مثلا؟ فهو كان قاعد بيلعب بي اس 4 لحد بقى ما حسن جه ومي جات اللايف صح؟ يوتيوب بقى. اه I think he had still friends but different friends. I think he was 1 year older than you. مين بقى كان older than me تفتكر؟ My dad. اه صح. So how old are you again? I'm 43 حبيبي. But and your dad is 54. انا 43 باباك 50. 7 years. طب وطنط مروة تفتكر how old is طنط مروة؟ You have no idea صح؟ Yeah she is. Yeah. I have no idea. Yeah عشان هي لسه 18 فهي ما حدش عارف صح. She is still 18. You know that? طنط مروة 18. Next year she will be 17. You know that? Yeah ما شاء الله. That's a lie. Yeah. That's a lie? أيوه because I'm married. I have three. صح ما ينفعش يبقى married وبلو 20 صح؟ Yeah. انت ازاي بتعرف كل حاجه كده؟ You're smart. Even I know that when I was 4 years old. حتى لا 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 يمكن مستحيل. No way. انت كان عندك 4 years وعارف كل حاجه؟ ازاي؟ Who told you? Like no one. I just like I think this is one. يعني انت مجرد تعمل جاسنج تعرف الصح وانت صغير كده؟ I'm not smart. Yes. I'm not smart. Yeah. تعرفت منين؟ Okay, باباك قال لك كده؟ I'm never gonna tell you. لا تعرفت منين I'm not smart؟ باباك قال لك صح؟ No, I actually made it up because like when I showed you I'm not smart. I showed you that I'm not smart. ما شاء الله عليك. هنشوف الموضوع ده حلو قوي. بس انت بتعرف انت وانت عندك 4 سنين عارف كل حاجه؟ يعني انت عندك 4 سنين 4 years you know more than اسماعيل؟ yes. Do you know more than هود؟ Impossible. No yes. way تعرف اكتر من هود. Even I had 4 when I was 6 years old I had 400 what? In 400 what? 400 what? From testes. في المدرسة؟ School? بجد؟ ده في قطر بقى صح؟ No, in Texas. انت كنت شاطر كده؟ You're smart enough يعني. لا انا لازم بقى اقعد اتكلم معاك كتير عشان عايز ابقى سمارت زيك. ممكن؟ ممكن تبقى تعلمني how to be smart؟ Never. Never? Why? طب مين يعلمني ابقى سمارت؟ باباك؟ You should repeat school like go to repeat school؟ يا حزني. لا استني بس ده رجعها ريبيت. لا يعني طب ما انا مش هينفع ريبيت سكول عشان عندي 43 years old. مفيش واحد طويل كده يعني كان I be that much tall and go to school and sit in the class and the teacher I say may I go to the bathroom please. I cannot صح؟ ما ينفعش صح؟ طيب ممكن باباك يعلمني ابقى سمارت؟ ليه؟ Why you want only to be the only smart one? How about Adam teaches? Adam, is Adam smart? Pre-care. يعلمني ابدا من بريكير عشان ادم كبير يعني صح؟
هود. اوكي ممكن ابدا شال اي ستارت وذ هود وين هي جوز تو سكول اي جو وذ هيم اند هي تيش ذيس از ا جود ايديا وين هي واز وين هي فينيش اس بري كي Birthday, you should learn from him. From Hood. This is a very good idea. Thank you for letting me know. Thank you. See you later. يعني مش فاهم قول تاني كده يعني اعمل ايه؟ يعني مين هيعلمني في الاول؟ ادم قال هود صح؟ Since he's about to be in pre-K, and Adam is in first grade. Yeah, then I'm gonna be your first grade teacher. I'm going to be your second grade teacher. Adam will be my first grade teacher, and then Batata will be my second. ولو انت التيتشر بتاعي هقول لك مستر بطاطا؟ No. Okay, حش. Say. Raise your hand and I'll say here. If I wanna call you, call you what? Call you Mr. Batata or what? Isaac. Isaac, may I go to the bar? Okay, yeah, everyone is his name, yeah. Okay. طب ولما بقى عندي 50 years old, who will be my teacher? When you're 50, yeah, very old. My dad. Yeah, ده آخر واحد بقى صح؟ عشان ده أشطر واحد. Even though I'm smarter than him. You are smarter than بابا صح؟ Yeah, بس لما بقى 50 بقى مع بابا صح؟ I'm way smarter than him. You're way smarter than him. Yeah. Who smarter than بابا ولا بابا smarter than who? Your dad is way smarter than Ismail. Who is smart? He has way too dumb. Dumb? Okay, like okay. You know how? No, I don't know how. He tell me how. He always gets bad. Look, when he does homework, he like takes a lot. When he does homework at school, he never even got one. He only got 100. Just one. When did he get 100? Like lots. Baguettes. Yeah. طب احنا هنكمل كلامنا بقى ليتر عشان انا عايز ابقى سمارت زيك اوكي okay, we're doing it way later. Okay, Adam should be your pre-K and first grade. Adam will be my teacher pre-K and first and then you for the second. You wanna do that? Okay. And I'm second grade and third grade. You are the second, the third. Thank you so much. And it smells. I do really appreciate it. And fifth. And it smells fourth and fifth. Okay, وباباك حبه في الفيفتي صح؟ مرحلة الوحش. High school باباك صح هو يحب برضه الشقاوة بتاعت الهاي سكول تمام اوكي حبيبي طبعا واضح الواد ده ما يجيش عندنا البيت تاني